أشرف رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون على زيارة جامعة الجزائر بالمحمدية مرفوقا بوفده، أين كان في استقباله كل من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العمامرة وكذا وزير السكن والعمران محمد طارق بالعريبي، إلى جانب كل من وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهيدي رفقة الشيخ محمد مأمون القاسمي. هذا وقد استمع الرئيس ماكرون إلى عرض تضمن شروحات حول الهندسة المعمارية لأكبر مسجد في الجزائر وإفريقيا وثالث أكبر مسجد في العالم بعد المسجد الحرام بمكة المكرمة وكذا المسجد النبوي. La décoration c'est en épigraphie couche carré. Les tendances inoxydables du recouvert en octobre des 24 carats. Donc, le tapu de Jamel al-Jazair est orné par des motifs géométriques, végétaux et fruits. Allez,